السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في كل يوم تكنولوجيا. الحين القرار الجديد على الدول اللي قاعد نمليها ان الجامعة راح يكون لها امتداد. كان هني قبل لو تذكرون منطقة حديقة واصل لين هني، الحين غيرتها وراح امد المنطقة الجامعية نفسها اساس ما نقعد نلفل من اول وجديد، ونبقى جامعة واحدة تكون يعني متخصصة نحن في المكان عادي. طف طريقة أفوف أف أف أف. الطريقة هذه عفوا، الطريقة هذه جاية لوين؟ لين هني. اوكي، وهذه كامل بتستوي منطقة جامعة عنا. طبعا احنا قربنا 75,000 وقربنا المطار، ما شاء الله البوبيليشن عندنا شغال عسل، والماب صغير قام يستوي. ثانية براويكم شو قصدي الماب صغير قام يستوي. انت تشوفون فراغات مو بحلو تزيين، مشكلة عطكم الخطة المستقبلية. شوفوا الخريطة قامت تتجمع شوي 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 شوي، بتتسكر على بعض. ترى بنسوي يعني مدن زحمة، يعني مكان ضخم، عود 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 جدا ضخم بيكون. انزين، المنطقة الجامعية هذه شوي بتكون تركي تركي او مخادعة، او لان اني احطيها هني مش بالامر السهل في هذا المكان. عندنا هني مخرج بعد جاهز حق، انا ما موصل هذا، هو القطار ما يشتغل من هذا السبب. او ماي جاد، يا الله، كريسمس، العيد العيد ما حد شاف فيكم صح؟ شوفوا الاولى المنطقة الجامعية ما كنا اكتشفنا هالشي. يا الله، انا بعد ما شيكت على القطار شغال ومشغال، واثق ان كل شي شغال عدله. فقط الزايدة هاي تجيب العيد في سيتي سكاي لاين. وات، خلنا نميل الشارع. الطريقة هذه أساس يتوصل هنا. نعم. يا الله، أنا شو مسوي؟ أصلاً ما كان شغال. معقولة ما كان في اختارات وانا مش منتبه؟ وحسرتها، لان هذا بعد مش بقطار، قطارين هني. يا الله، خلنا نشوف الشارع كامل مشبوك. مشبوك مشبوك، يلف هني المفروض. اوكي، اموره طيبة، هذا اموره طيبة. الحين قمت اشيك على الشارع كامل. يا الله، مرات الواحد يجيب العيد وهو ما يدري فعلا. ايه قطار، ايه قطار. اوكي، لا شغال شغال شغال، دام في قطار هناك شغال وبنشتغل نحن عند المنطقة اصلا، بنشوف الوضع كيف. زين، المكان هذا شوي في خداع وفي زحمة، بس الزحمة شوي بتخف من نفتح المنافذ على الهاي واي الثانية. ويمكن اول شيء اشتري هذا بعد هذا ووصل الهاي واي هني، وحطي هاي واي جديد، واغير ابغى اغير المنطقة هاي. يعني هالمنطقة كاملة اباها زراعية، وهاي المنطقة هني احولها لمنطقة حجرية. ويمكن المنطقة الحجرية بكبرها اصلا انقلها لمكان ثاني، بشوف انا كيف، لانه محتاج اخصص حلقة المواصلات البحرية على فكرة. انزين، بس شوفوا الحدائق ما شاء الله، شوفوا شغالين الحدائق. خلينا نرجع للجامعة. الجامعة بتكون وايد فيها لان في هاي واي، ومش من السهل نحط هاي واي. مثلا اللي احط رقم 12 طوفة تحت القطار، حطي رقم 12 ونطوف تحت القطار ونشل النزلة شوي، لان 12 وايد الارتفاع. 12 وايد يا جماعة الخير، ترى شوفوا وايد مرتفع عن الشارع، وهو يحسب على الليت، بس نحن ما نبي الليت، وشوي تحت. سمعوا الحشرة؟ والله ما ادري، انا وايد خاف صوت اللعبة، اظني ما ينسمع شيء من فترة. كل حد يقول لي ارفع صوتك، خلي ارفع صوتك ارفع صوتك، خفيت صوت اللعبة. انزين، بالطريقة هذه، وهذا ابى ادق لك بس هني. اوكي شكرا، ممكن كلك بس هني الطريقة هاي، وهذاك بعد. اوكي انزين، هاي بتكون منطقة جامعية اساسية جدا بالنسبة للباقي. يعني بنحط المباني. اوكي، بعدين بنحط
سور بالطريقة هاي، وبنحطي هني حلوة حديقة دراسية، وعنا نبغى نحط العودة هاي وين صارت. هاي ما اقدر احط الا وحدة. هي عندنا ليبرال ارتس، بنحطيها بالطريقة هذه. زين طبعا انا احاول اقسم المكان لسكشنز شوي في البداية، يمكن يكون عشوائي نوعا ما، بس مش وايد عشوائي ترى الوضع. فأحطي واحد هني، فأحطي أمر هني، شارع بكبرة مايل، بس أظني عادي يمشي حاله. زين حطي ممر هني، أبغى الناس تدخل الأماكن الدراسية هاي. انزين الحين الجزء الثاني من الجامعة. الجامعة الحين مفروض تستوعب ما عندي من شو، من طلاب في المدينة، وخاصة الاتراكتفنس هني مش عالي وايد، عرفتوا؟ مشكلة إذا حطيت سكنة هناك والناس فعلا يبون يمشون طلاب، يكون بالنسبة لهم نوعا ما أزمة، بس بيكون عادي. وين صارت المدخل الجامعية؟ هني صح؟ اوكي. وورد يوني سنتر. انزين. اتراكتفنس هني لازم نرفعه وايد، بس اساس اني ارفع الاتراكتفنس انا محتاج اكثر من الفاسيلتيز ولا الخدمات، اكثر من الدراسة نفسها. وجزء الكبير من الخدمات اللي هي السكن الطلابي، السكن الطلابي اذا حطيته هني يكون شوية متعب، بس بيكون زين. زين هلا نحطي سكن طلابي. سكن طلابي راح يكون اصدقائي، بنحط هني الشارع، خلنا نحطي يا زمن انا اكره يوم الحركة تستوي فيني الصراحة، اكرهها كره. ونحطي لهم فاونتن صغير الطريقة هذه، ممكن ممر من ورا لين الثاني. موضوع شكلي بحت يا جماعة الخير، لا نستعمل الشارع المايل بالطريقة هاي. هذا الوضع يخليني احتار حاليا، الوضع يخليني احتار. الوضع يخليني احتار يا الله فكنا، يخليني احتار كيف ازيد الاتراكتفنس وفي نفس الوقت ما اجيب العيد في الجامعة نفسها، عرفتوا؟ انا هذا اللي الحين محتار منه. خلنا نزيد نعطي السينما. انا سينما خلاص خلصنا كل ابحاثها. عدد الطلاب قاعد ينقص ما قاعد يزيد. انزين بنحطي الكلاسات الثانية، وبنحط هنا بعد كافتيريا وهالسوالف، بما انه سكن بدل ما يروحون الكافتيريا اخر الدنيا حق واو حطيت شارع شو اسمه مخيم حكم. عندنا سوالف نفس الجيم، عفوا هذا الجيم صح، جيمنازيوم. زين ونحطي لهم فاونتن اثنين الطريقة هاي قدام الجيمنازيوم، وبنحطي لهم كافتيريا. طبعا ما ابغاهم يمشون لين هناك حق الكافتيريا، وبنيب هذا الشارع بالطريقة هذه. وكان شوي قام يستوي ملموم ترى، كان مش ضخم. ونزيد الدورمتري شوي. تقول ليش كل هذا؟ لأن في عندنا قسم ثاني بيكون هني عفوا للدراسة أكثر موجود فيه، فهني وايد سكنات فيه. شوفوا مو مشكلة كمية السكنات، مو مشكلة. الجامعة تقريبا تطلع اللي عليها، فنتبات ترى
الاتراكتفنس اوريدي الحين 1800، بس نحن الحين مش بس في الاتراكتفنس، في اشياء ثانيه. انزين، شو اكتيفيتيز ولا نشاطات عندهم بعد؟ مكتبه، نباهه، عندنا كلب ارت. ايه كلب ارت ما احس الشيء الرنم، بس بنحطي لهم. بوك ستور، مكان يشترون فيه الكتب مالهم بالطريقه هذه. وعندنا اوديتوريوم، هني ما يبون اوديتوريوم. انزين، اوديتوريوم مكان دراسه، وهني يستوى تقريبا مكان الطلاب، بس بنحطي لهم مكان دراسه خارجي ثانيه. فيلز جود، هني مكان واحد، هني ما بنحطي، بنغطي المكان بشوي شير، مش شوي، شويتين، بالطريقة هذه. إلى أن نحتاج خدمات زيادة حق الجامعة، ما لا داعي أعبي هاي. قلت شوي جامعة ولا استوى القسم هذا أضخم مما أنا كنت يعني شوي حاط في البال صراحة، ولكن جميل. ترى نحن قريب المطار، المطار راح يكون مشروع كبير. انزين، الحين خلنا من عدد الطلاب، عدد الطلاب بيوم وايدين، بس هل يدخلون من هني ولا لازم يمرون على الادمنستريشن بيلدينج؟ بس الادمنستريشن بيلدينج يكون فيه واحد بس. موضوع ثاني، ليبرال ارتس ستدي هول، هني بنحطي القاعات الدراسية مالهم. اوكي، فخلنا بالطريقة هذه. واحد نوصلهم لازم بالمدينة، ترى اثنين، ثلاثة، اقدر اميلها بعدين ما عليه، اربعة نوصل بالشارع، نوصل بالشارع، انا اسف، نوصل بالشارع ونوصل بالشارع، وانتو كيفكم عادة مون تزعلون حم ايش فاضيكم. انزين، الحين بنحط القاعات الدراسية هني. اوكي، اول شيء قلنا ليبرال ارتس ستدي هول بنحط هني. عندنا اوديتوريوم ويركب، نايس. اوديتوريوم بنحطيه هني. ليبرال ارتس كوميرس اوفيس، ما لا، ارت كلب مشكلة، ارت كلب يزيدون ولا ينقصون. اوكي، عندنا استدي ليبرال ارتس استدي هول، بعد بنحط استدي هول ثاني. عندنا جراوند كيبنج، يمكن نحتاج صيانة، عندنا هناك صيانة المفروض يوصل لهني اظني. اوكي، مختبرات، مختبرات شيء اساسي، اي المختبرات مبنى شوي عود. زين، جنبهم هذا مثلا بيكون هني في فاونتن، هني بيكون وراه في فاونتن، هني عند هذا بيكون في فاونتن. حاليا حطي وحدة من هايل، وي بسحب على الشارع انا حاليا، موضوع الشارع صراحة اذا سويت شي ما يبين غلط شكله، صح؟ لا عادي، بس اوكي نوعا ما. اوكي، اوكي هذي اذا تسوي كنترول اتش والنيبة على هاي ممكن تنزل شوي. على هاي اوكي. جامعة في النص، سكنات هني، الجامعة تشل 14,000 وما قاعد تدرس حتى 1400، لكن اذا هي تدرس الجامعة 14,000 ترى تسوي معجزات تسوي. لحظة، نحن كان عندنا جامعة ثانية في المنطقة وينها، في واحد من زمان قال لي هدمها وما هدمتها، اللي هي هاي. كم طالب سارقة مني؟ سؤال. 600 طالب كنت تروحون هناك، هني مناطق سكنية ببنيكم. اوكي، ان شاء الله يجون هني ان شاء الله. وصلنا 1800، بس ترى اتراكتفنس 2400 واصلين. واو، شوفوا
إذا الطلاب زادوا فعلا، يعني الطلاب 1900 يعني تقريبا ولا 2000 بيغطون التكلفة مالته. هذا إذا يوصل عند صدق 14000 طالب، تعرفون شو يعني؟ معناه شيء كبير. انزين، نقدر نسوي فري لانش. بيزيد 1900 الأسبوع تقريبا كوست، ظني على حسب عدد الطلاب صح. Universal Education regardless campus reputation says don't pay tuition fees. ما يدخلون دفع بلاش. التيز تي مشكلة، ممكن أعطيهم سبورت بيلد سبورت أرينا أند كامبوس. أنا سبورت أرينا سبورت أرينا خلوني أفكر. زين، خلني أعطيهم أكل بلاش. زين، حلو. وهذا كنسله. خلينا نشوف كم حجم السبورت سرينا، ضخم اظني، كلهم كبار. ممكن نسوي صغير بس بعد مش عملي ابدا. فمن الممكن ان نحن نسوي امتداد للجامعة بهالطرف شوية. زين، نبزون وارفع الجامعة شوي زيادة. زين، ونقدر نحول هذا بما ان عندنا جاهز الشارع الى جسر. اول شي محتاجين شارع نحن، بس الشارع اذا اخذته من هني بندم ندم شديد. خلنا ناخذ الشارع من الدوار. الدوار بروحه زحمة. أصلا هذا مش شارع. صبر، أو نسوي هني. صبر صبر، الفكرة الأحلى هذا مهني صغير هني. أيوة، قريب المطار وقريب كل شيء صح. هني بهذا هني، ونسوي بروحه مبنى رياضي هني. مبنى الرياضة اللي هنا راح يكون شكله تعبان ترى. صبر، لازم نعدل الشوارع. كنترول اتش على هذا الشارع، كنترول اتش على هذا الشارع. هذا نضبط وضع شوي على اساس الناس ما تبدأ تختفي وتطيح. زين، وني بمنو صديقنا التول اللي دائما نحتاجه طبعا. الطريقة هاي نعم الشارع هني. اوكي، هذا وفر لنا مكان الحين اساس نقدر نسوي فيه شو الشارع. حشيش بسيط هني بالطريقة هذه. زين، ونشوف شو المبنى اللي ممكن يركب عندنا. انا هذا دش خاطري الصراحة. اوه، ولا ولا تعالوا هني نقدر نعطي فريق ونسوي دنيا ويا سلام. هذا بعدين، هذا مايكرو مانجمنت. هذا شغلات طويل، شغلات طويل. زين، نحطي هني طلاب جامعة يدرسون، يعني اذا حد يلعب كورة نقدر نخليه يحترف في الجامعة. الصغر واحد اثنين، خلنا نقرب واحد اثنين. اذا يركب الباركن صغير زين، نوعا ما يركب ركب بالطريقة هاي. واحد اثنين، نفس باقي ثيم المدينة. بني بالشيرة، الشيرة اللي هني.
الطريقة هذه. أحاول أخلي الشير حوله على أساس الطابع جميل. بما أن هذه في طلاب أصلا، شو أسوي؟ بني عند الجامعة اللي يوني يدرسون يعني. وين الجامعة يا جامعة؟ تعالي يا جامعة، طلع هني الشارع الطريقة هذه، حطي أماكن دراسة خارجية ولا مكان واحد ما يركب أكثر، ما يستوي يقول أماكن الطريقة هاي. شوفوا ناس هلتي، موضوع ثاني. زين صبر، Come on, on to make this easier, fast to get to stadium, public transport free match days. أيام الرياضة ترانسبورت تصير بلاش، حاليا ما بسوي هذا كله صراحة. عندنا هني ماي سكيورتي كيب كرايم لو كوست 500 بير ويك ات ستاديوم، هذا سكيورتي 500 في الاسبوع ادفع. عندنا الاخير 9000 بير ويك، خيبه اذا ادرب الناس الصغار. زين خلوني افكر في موضوع هذا، خلوني افكر. بس في اوريدي فيزيتر، شوفوا بيتعبى هذا. شوفوا الحين ممكن اني هني نسوي شو، فان كلب سبورت ذس يونيفرستي جيفز يو فري فان مرشندايز، فان هاي كلفني 180 في الاسبوع، ارين لوكيتد كامبوس اريا. انزين ادفرتايزمنت كامبين، اقدر اسوي اعلانات فيرز مش ثرو ذا سيتي تو هاف مور فيزيتورز تو ذا ارينا. بس انا اوريدي عندي وايد سياح اتصور، مش وايد، لا مش وايد نفس ما انا اتصور. وعندنا سبونسر شيب تيرز، اقدر ادفع 2 سبونسر حق التيمز، بسوي سبونسر حق تيمز اول شيء وبشوف كيف اللعب. اب كيب قاعد ينزل، نزل هو مع السبونسر شيب. بس هني ممكن بعد ادرب صغار، بس 9000 في الاسبوع يمكن احس زياده شوي حاليا. زين بس بخليه شوي شغال، بخلي لان الجامعة عندنا سويت الحين ضخمة جدا. وانا واحدة من الاهداف اني حطيت السبورت اريا اصلا اني ابغى ازيد الاستقطاب في الجامعة. شوفوا الجامعة ما شاء الله قامت شو تيب اشياء اكاديميك ووركس، ممكن اعطي بعد. اوريدي شغالين صح ولا؟ زين عندنا وايد بوليسيز تدعم الجامعة وتيب طلاب، يبنى وايد طلاب يعني. عندنا 2000 طالب الحين نحن في الجامعة، بس الجامعة تشيل 15000 ونحن محتاجين حبة ولا طشة أكثر من 15000 هذه. هذا موضوع يستحق التفكير. طلع عندنا فيرسيتي سبورت، أقدر أختار ايدنتيتي كلر، بس خلوه أحمر أظني، أحمر ولا أزرق؟ أزرق أزرق، ما اعرف انتو لعبتكم هالسوالف. الحين اقدر اسوي بجت فاندنج انكريز ديفرسيتي تيم تشانسز تو وين، ازيد الشانس مالي اني افوز في الملعب. زين معناه كم اقدر احط مثلا ماتش سوس انكريز، لحظه صبر، اعطي 60 تحت شي ستيل اب كيف قاعد يزيد. حلو، وعندنا شيء ثاني كوتشنج، اذا اسوي شوي تدريب لهم. كم كوتش حطيت؟ 2 كوتشز بس. اوكي حطيت 2 كوتشز، وصل الكوت 6600. ايجلز لاينز، لاينز حلو، خلى الاسود. انزين توتال 78 اتراكتيفنس، بس لوزز خسرت 5. قيام شغالة. شوفوا خسرت 5 قيام في 3. انا هني غير اتراكتيفنس لوسس تشير ليدنج، ها تشير ليدنج اوكي، ما فزت ولا قيم. ها شو سعر التذكرة، خلي برأي سعر التذكرة الحين عندنا فلوس، لان هذا موضوع مستحق يعني، يستحق شو اسمه التفكير كيف اسوي له إدارة هذا صحيحة. لأن الحين الإدارة اللي أنا بسويها غلط، لأن هذا الحين شو يقول؟ هذا يقول تشير ليدنج ولا تشجيع يزيد الفوز.
تزيد نسبة الفوز. اللي increase the versus. والله الحين هذا وضع يحير. achievement حصلت عليه تعرفون في ستيم. hiring coach staff increase chances of winning, يعني المدرب يزيد فرصة الفوز. حلو. coaching staff effect instantaneous but increase from 0 to 1% per coaching staff over the span of 40 weeks. يعني خلال 40 اسبوع يزيد كل كوتش الشانس مالي ممكن 1% بس, كل كوتش ياخذ عني 1000. فاصلا هذا موضوع الكوتشنج صعب مش سهل, بس الاكيد ان الارينا شبه قاعد تتعبى. يمكن اقدر اسوي ايفنت او شيء من هذا القبيل, هذا لازم اتاكد منه. بس الشيء الاكيد اللي لازم اسويه قبل ابند الحلقه اني اقعد احط شير هني واشوف شو موضوع المكان. هذا المكان لازم شوي اعزله بالشير. والله الجامعة استوت مش ضخمة فوق الضخامة, بس الجامعة بروحها يبالها مانجمنت بروحها. وانا صراحة قبل ما تفيكت اني اقعد اسوي مانج حق الاستوديو ما حيد خبصته شوي, بس الحين اذا بسوي لازم اسوي عدل اساسا نزيد شو تشجيع الطلاب انهم يجون وين الجامعة. حلو. خلنا نبند هذا ونشوف شو وضع الجامعة والزحمة اللي على الشارع ترى مش طبيعية. لكن الجامعة قام تطلع فلوس ولا يا جماعة الجامعة قام تطلع فلوس. انا ماشي فيها بخسارة من متى ترى الجامعة, لان عندي فيرسيتي عندي سبورتس دخل وكامبوس بيلدينج. فهذا من 2000 يعني تخيلوا اذا انا عندي 7000 طالب مثلا راح تدخل علينا بلاوي الجامعة. إذا 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 الجامعة بتدخل علينا وايد فلوس هاي 2000 ممكن يعني أحط لك 2 كوتشز زيادة, لأنه ما بأتم أخسر في المباريات. يعني هذا كم يزيد الليدنج إذا وصل الوسط ما قاعد يزيد وايد كوس صراحة. 7000 ويكلي إكسبنس بس الكوتش اللي يزيد وايد شوفوا 8000. الحين رفعت الكوست لكن رفعت تشانس اني افوز. حلو. خلينا نحاول نوازنها يعني بطريقة ان هاي الجماعة اللي هني يفوزون ان الناس تفوز. ممكن عقب نشوفهم, بس اظني هذا بعد راح يزيد عدد الطلاب اللي يبون يجون الجامعة اصلا وجود الرياضة. فالحين 135 points attractiveness قاعد يزيد. attractiveness وايد حق الجامعة ترى وايد attractiveness قاعد يزيد, بس الجامعة بعد استود نوعا ما ضخمة لأنها امتدت على مدى المدينة. لو تذكرون كانت الخطة أساسا أن توصل الجامعة هني بس غيرتها, والحمد لله غيرتها أحس هني أحلى صراحة. بس عندي وايد أشياء تدخل وايد فلوس. أبسط شيء الحديقة هذه, عندكم الحديقة هذه قمت أسوي أشياء مشاريع جبارة بالفلوس. شوفون كيف تزيد عندي فلوس. 30000 بايعين تكتات. أوكي خلينا نحط مواصلات حق المكان. هو أصغر مترو ستيشن في العالم المترو الأصلي صح؟ هو هذا صح؟ نقدر نحطي لا هني اوكي وني باللاين مال هذا من هني لين هذا ابى يكون له لاين بروحه صار. وني بلا حط من هني هذا المترو سوى لي أزمة في حياتي ترى عفك. صبر صبر بنحط لاين صبر بنمشي هاي
انه مرات يشفر على انحناءات، ترى لا تاخذ من المترو بيتم شغال عادي للمترو بعد يشفر. خلنا نجرب حطي لاين. انا عانيت مع الشيء قبل صراحة، سالفة المترو ليش ما اقدر احطيه؟ يعني هذا السؤال. زين الحين هذا مو مشكلة، اشله حطي خط ثاني. وين حبيب؟ هني نقدر نمده على الاقل مدينة واحدة، وبعدين انا خلف التسجيل يعني خلف الكواليس تشوف شو مشكلته، بعدل اللاينات، بسويها انسيابية اكثر، يمكن نزولها وايد حاد، هاي الامور، وراح نشغلها. بس المترو هني شيء اساسي بيكون، لان محتاجين مواصلات على طول. المفروض الناس تي تعبي الملعب تطالع وتروح. والله يمكن هالمنطقة بعد ابدا استغلها، اسوي حاجز بينها وبين الصناعي، وابدا اسويها منطقة رياضات اذا امكن، بيكون شيء وايد حلو، وايد 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 حلو. مشكورين على متابعة هالحلقة، نشوفكم فيديو قادم على خير ان شاء الله. والله انجزنا صراحة في موضوع الجامعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.